الدولار بيسبب ضغط على الاقتصاد المصري، ومع زيادة الطلب عليه وقلة توفره، البعض بيروح للسوق السوداء علشان يوفر احتياجه وعلشان يقدر يشتري أو يستورد حاجته من برا. ده بيخلي سعره يرتفع بشكل كبير وبيوصل ل 45 جنيه. علشان كده في حل سحري هيخلي الجنيه ب 4 دولار. أيوة زي ما سمعت كده، الجنيه هيبقى ب 4 دولار. عاوز تعرف القصة وما فيها وده اللي هنعمله ازاي؟ تأثير ده على الاقتصاد المصري؟ يلا تعالى أقول لك كل التفاصيل في الفيديو ده. أنا أيل وليلي، كمل معايا الفيديو للآخر علشان تعرف كل التفاصيل. أزمة مصر في ضعف اقتصادها، لكن القصة إن شح العملة أو قلتها تخلي الأسعار بتزيد كل شوية، لأننا دولة أصلاً مستوردة وبالعملة الصعبة. يعني ببساطة لو الدولار اتوفر وبسعر مقبول، بنسبة كبيرة الأسعار هتنزل أكتر من النص. تأكيداً لده قال الخبير الاقتصادي شريف ديلاور إن مصر مش بتواجه أزمة في الأساسيات الاقتصادية، لكن الأزمة الحالية سببها قلة العملة الصعبة وخاصة الدولار الأمريكي. اقترح الخبير الاقتصادي حاجة حلوة جداً علشان مصر تقدر تواجه قلة العملة الأجنبية. طيب ايه المقترح؟ من بين الحلول المهمة هو حاجة بيقول عليها خبراء الاقتصاد تغيير العملة. حد هيسأل أيوة يعني نغير الجنيه؟ لا، هو قال إن البنك المركزي المصري ممكن إنه يطرح الجنيه الجديد، وده بيساوي 100 جنيه من العملة الموجودة حالياً. علشان نفهم أكتر، يعني الجنيه الجديد ده هيكون بقيمة 100 جنيه، كمان ممكن يساوي 4 دولار أمريكي. مش بس كده، ممكن كمان ال 100 جنيه الجديدة تساوي 25 دولار أمريكي. الخبير الاقتصادي قال كمان إن السعر ده هو التقييم الحقيقي للعملة المصرية اللي هو الجنيه قدام الدولار الأمريكي. مش بس كده، لأ، ده كمان بيأكد إن اللي بيحصل دلوقتي مش الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري. قال كمان ان حل الازمة في مصر دلوقتي مش بس بيع الشركات الحكومية او حصص منها او السماح بدخول شركات اجنبية اكتر، لا، لان ده مش حل كامل للمشكلة، عشان الازمة مش في مصر بس، لكن زي ما قال الخبير الاقتصادي ان الازمة اللي بيواجهها الاقتصاد العالمي هو اللي خلت الجميع يعاني. طبعا ده باستثناء الدول اللي عندها فائض بترولي او غاز طبيعي. خلينا افكرك ان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالسوق السوداء شهد ارتفاع كبير الايام اللي فاتت، حتى انه وصل ل 46 جنيه، وده بسبب ان في طلب كبير على الدولار، خلى الناس تروح للسوق السوداء، خاصة ان الدولار مش متوافر كتير في السوق الرسمي. طبعا كل ده وفي توقعات كبيرة بتعويم الجنيه قريب جدا، من اهمها مديرة صندوق النقد الدولي واللي طلعت اتكلمت عن وضع الجنيه في مصر قدام الدولار. قالت ان مصر محتاجة انها تعدل سعر عملتها لانها بتأخر امر مفيش بديل منه، هو التأخير بالعكس مش في صالحها، لانه بيستنزف الاحتياطي من النقد الاجنبي في مصر، وده لو حصل هيدخلنا في ازمة تانية اكبر من الازمة الحالية. وكالت فيتش توقعت تعويم الجنيه قبل انتهاء 2023، في حين ان في اراء تانية شايفة ان التعويم هيحصل بعد الانتخابات الرئاسية وتحديدا في بداية سنة 2024. لكن السؤال دلوقتي، هل العملة او الجنيه الجديد حل مناسب للوضع الاقتصادي اللي احنا فيه دلوقتي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.